شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الراوي يدخل على الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويقول للإمام: هل لهذه الأمة عيد غير عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة؟ لأن كل يوم من أيام الجمعة هو عيد من أعياد هذه الأمة. فيقول الإمام صلوات الله عليه: نعم، أعظمها حرمة. فيقول الراوي: وأي عيد هو؟ كأنه عمليات التعتيم الإعلامي التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، حجبت عن الأذهان هذا العيد المهم. فيقول الإمام صلوات الله عليه: نعم، أعظمها حرمة، وهو عيد الغدير الذي عين فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عليا أميرا للمؤمنين، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول الراوي: فقلت: وأي يوم هو؟ في عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه، الذي كان فيه شيء من الحرية، ولكن عمليات التعتيم تجعله لا يعرف حتى هذا اليوم. فيقول الإمام:
هو اليوم 18 من ذي الحجة. ولعل وجه الأهمية في هذا العيد، وأن هذا العيد أهم الأعياد، أن هذا العيد يرتبط بقضية القيادة في الأمة. قضية القيادة قضية مهمة جداً. نحن إذا أردنا أن نقرب دور القيادة في المجتمع، يمكن أن نمثل بهذا المثال. الأب ما هو دوره في العائلة؟ إذا الأب كان أب متدين، كيف تنشأ هذه العائلة في ظله؟ وإذا الأب كان أب غير متدين، أب طالح، سألت واحد من المؤمنين، قلت له أنه صهرك شلونه؟ قال الحمد لله مو من المدمنين على المواد المخدرة، كان قانع بهذا المقدار أنه هذا صهرة مو من المدمنين. شوفوا إلى أي وقت إحنا وصلنا إليه. وفرضوا أب في العائلة هذا مدمن على المخدرات، هذه العائلة كيف تنشأ؟ ألا يدمر هذا الأب هذه العائلة تدمير؟ كل العائلة تدمر، تتشتت. موقع القيادة في المجتمع لعله أهم من موقع الأب في العائلة، لأن الأب في العائلة ما بيده كل القدرات، ما بيده كل الإمكانات، إمكانات محدودة عنده. ولكن الدولة حتى في هذا العهد، الدول ذات النظام الشمولي، النظم الأحادية، واضح كل شيء بيدها، حتى الرغيف بيدها، حتى النظم التي لا تملك هذا النحو وهذا النمط لها إمكانات هائلة لا يمكن أن نتصورها. فإذا القيادة تكون قيادة صالحة، المجتمع يكون عادة مجتمعا صالحا. وإذا القيادة كانت قيادة طالحة، المجتمع يكون مجتمعاً طالحاً، أو هذا من العوامل المهمة في توجيه المجتمع. فلا عجب بعد ذلك، واحد لا يتعجب أنه لماذا عيد الغدير أعظم الأعياد، في هذه الرواية أعظمها حرمة، والشاعر يقول عيد الغدير أعظم الأعياد، كم فيه لله من الأيادي. في قضية القيادة وقضية الغدير، هنالك ثلاثة أبعاد أشير إليها بإذن الله على نحو الاختصار. البعد الأول
بعد النص. البعد الثاني بعد الشخص. البعد الثالث بعد المنهج. البعد الأول بعد النص والتعبد الشرعي. هذه القضية قضية التعبد، قضية مهمة جدا للفرد المتدين. مرة واحد مو متدين، يعني لا ينطلق من منطلق الإيمان، هذا الفرد لا كلام لنا حوله، ولكن الفرد المتدين الذي ينطلق في مواقفه من الدين، هذا الفرد قضية التعبد الشرعي قضية مهمة جدا عنده، حتى في الأمور الصغيرة. فكيف بهذه الأمور الكبيرة؟ أمثل لكم بمثال، وهذا المثال مثال معروف. الشيطان عبد الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي كان يحب، يعني يحبه هو. الله تعالى قال للشيطان أسجد لآدم، الشيطان قال لله تعالى أنا أعبدك بأي شكل آخر ولكن أعفني من هذا. الله قال أنا أحب أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد، هذه لا تكون عبادة، هاي مو فقط في القضايا الدينية، حتى أنتوا جبتوا واحد يخدم في بيتكم، هذا يريد أن يعمل في بيتكم مثل ما هو يريد، هل تقبلون هذا العبد؟ تقبلون هذا الخادم؟ لو بعد يومين تطلعون من البيت، أنتوا تريدون من يخدمكم وفق ما تريدون، تريدون في الساعة العاشرة يجي، لازم يجي في الساعة العاشرة، يقول أنا 10 ما أجي، أنا 8 أجي قبل الموعد الذي عينتمه، تقبلون هذا؟ ما تقبلون. هذا شيء واضح. نحن يجب علينا في كل قضية أن نلاحظ ماذا قال الله وماذا قال الوحي، لا ماذا يقول الرأي. أنا الرأي ماذا يقول؟ هذا هو الفاصل بين الإيمان واللا إيمان، والتدين واللا تدين. أهم قضية بيننا وبين الآخرين، الفرق الأخرى، المذاهب الأخرى، هي هذه القضية. بقية البحوث بحوث ثانوية، تأتي في الرتبة الثانية. أهم قضية عندنا
أن الله تعالى هل قال اتبعوا عليا أو لم يقل؟ هل النبي صلى الله عليه وآله قال علي خليفتي من بعدي أو لم يقل؟ هذا هو المحور. أما بقية البحوث أنه واحد يصلي مكتفا أو يصلي غير مكتف، أن يسجد على التربة أو لا على التربة، أن يطوف في الحج طواف النساء أو لا يطوف ذلك وإنما يطوف طواف الوداع، هذه كلها بحوث ثانوية. البحث الأهم هو الذي يتكفله بوضوح حديث الغدير، أن النبي صلى الله عليه وآله هل قال علي خليفتي أو لم يقل ذلك؟ نحن نعتقد أن قضية الغدير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هذه قضية واضحة لا يوجد فيها أي غموض. أنا ذكرت لأحدهم، كان من الأفراد المتشددين العنيفين في إحدى البلاد، قلت لأنه إذا حاكم هذا البلد الذي نعيش فيه، قلت له أنت تقبل حديث الغدير؟ قال نعم أنا أقبل. كان حافظ أيضا، قال إيه فلان ذكره في كتابه في الصفحة الفلانية، ثم أخذ يتلو الحديث في صحاحه. قلت له إذا حاكم البلدة يقول أيها الناس إنني يوشك أن أرحل من بينكم وأدعى فأجي، بعد ما تشوفوني، فمن كنت أنا وليه ففلان وليه. إذا كان هذا الحاكم يقول هذا الكلام، الناس ماذا يفهمون من هذا المنطق ومن هذا الكلام؟ يفهمون شيء آخر غير قضية القيادة والخلافة. وطال بيننا البحث، وقلت لما قلته لك هذا يحتج به عليك في يوم القيامة، لا تقول أنا ما سمعت هذا. هذه القضية الأولى، قضية النص والتعبد الشرعي. القضية الثانية قضية الشخص وقضية الشخصية. شخصية الحاكم هذه قضية مهمة. إحنا ما يمكن نأخذ حاكم من الشارع ونأتي ونسلم إليه المقالي. شخصية هذا الحاكم يجب أن تدرس، يجب أن يعرف ما هو أبعاده أو ما هي أبعاد شخصية هذا الحاكم. الشخصية مؤثرة، الشخصية مؤثرة في الفكر، في القرار، في الموقف، في التوجيه. هذا المثال الذي ذكرناه، أنتم عندما يأتيكم خاطب يخطب
كريمتكم، تدرسون شخصية هذا الطالب وتحققون من معارفه من أقربائه. والدين إحدى المحرمات الشديدة وهي الغيبة، يسقط حرمتها في هذا المجال. إذا واحد جاءكم قال فلان جاءني خاطبا ابنتي، أنتم تعرفون عنه عيوب خفية، كشف العيب الخفي هذا غيبة محرمة من الكبائر، ولكن في هذا الموقع لا مانع، بل ربما يكون عدمه نوع من أنواع الخيانة. ليش؟ لأن أنتم تريدون أن تشكلوا أسرة صغيرة، أو أنتم تريدون تخطبون فتاة، أنتم تريدون أن تعرفوا حال هذه الفتاة. ما يخالف عندما تستشيرون أحدا، لا مانع أن يكشف عيوبها الخفية، لأن هذه المرأة بشخصيتها تدمر الحياة، تدمر حياتكم، تدمر حياة أولادكم، إذا هذه الشخصية مو شخصية سوية. نحن عندما نقوم بعيدا عن قضية التعبد الشرعي، قضية التعبد الشرعي الآن نضعها جانبا، إحنا عندما نقارن بين شخصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وشخصية الذين يوضعون في عداده، الإمام يقول في الخطبة الشقشقية: حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. البون بعيد جدا، وحقيقة إذا كان الدهر منصفا ما كان يضع هؤلاء في عداد علي صلوات الله عليه. قضية الكفاءة العلمية قضية مهمة جدا. واحد لا يقول العلم لا دخل له في القيادة، ليش؟ العلم مؤثر في القيادة. القائد الجاهل هذا أفق ما عنده. الفرد عندما يتخذ القرار على ضوء آفاقه المعرفية، هذا واضح. الفرد الجاهل مثل الحكام الذين حكموا العراق، حاكم أخذوه من المقهى، الغربيين يعني أخذوه من المقهى ووضعوه رئيسا على شعب. الآن بغض النظر عن بقية الجهات، الجهات الأخلاقية، الجهات الدينية، الجهات الاجتماعية، هذا عامل في المقهى أو شلاتي في الشوارع، رجل شوارع، هذا تعالوا الطول بيد القدرة، هذا ما تغير، هذا هو رجل الشارع اللي كان يقوم بأعمال الشقاوة في المحل، الآن بيده القدرة. ورأيتم ماذا فعلوا في العراق، شلون دمروا العراق، هاي جناياتهم لعلها تمتد إلى 100 عام بعد. لا تفكرون أن الجنايات خاصة بمقطع معين، هذه تبقى. حاكم جاهل لا يعرف أي شيء،
هو يقول كل الناس أفقه منك يا فلان حتى المخدرات في الحجاب. هم كاتبين، مو احنا كاتبين في كتبنا، هم كاتبين. هذا الحاكم الجاهل يأتي ويصبح القائد الأعلى وكل شيء بيده. هذا اللي إلى البارحة كان دلال يبيع الحيوانات في الأسواق، هو قال ألهانا الصفق في الأسواق، فالدلال بالسوق. هذا تعالوا كل القدرات الطولة مرة واحدة، هذا ما يدمر الأمة. وتخلوا هذا في مقابل من يقول سلوني قبل أن تفقدوني. هنالك رواية في نهج البلاغة، الإمام صلوات الله عليه يشير إلى قضية فيزيائية، وهذه العبارة في الله سبحانه وتعالى. الإمام صلوات الله عليه كما في نهج البلاغة يقول كل بصير غيره، يعني غير الله تعالى، يعمى عن خفي الألوان. إحنا الألوان التي نراها، هذا في علم الفيزياء يذكرونه، بعض الألوان نشوف، ما نشوف كل لون، لأن رؤيتنا للألوان مربوطة بطول موجات اللون. طبق طول موجات اللون إحنا نشوف الألوان، ولذلك بعض الألوان إحنا ما نشوفها. هذا في علم الفيزياء مذكور. الإمام صلوات الله عليه هذا في نهج البلاغة يقول كل بصير غيره، يعني غير الله تعالى، يعمى عن خفي الألوان، يعني أكو ألوان خفية إحنا ما نشوف ولكن الله يراه. وهي عبارة لطيفة، كل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان. إذن أكو ألوان خفية، هذا أي بشر أدرك هذا الشيء؟ في تصنيف نهج البلاغة، هاي الرواية الأولى في نهج البلاغة، في تصنيف نهج البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لو شئت لجعلت لكم من الماء نورا ونارا، كهرباء، الطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية. في تصنيف نهج البلاغة عالم بكل العلوم، وفي مقابله من يخطئ في آية من كتاب الله، قال أصابت امرأة وأخطأ فلان، لأنها وقفت أمامه وحاجته بكتاب الله. الرحمة هذه من الصفات الشخصية للحاكم، الحاكم يجب أن يكون رحيما ولا تكون النسب عن ضاريا تغتنم أكله. الرحمة التي كانت عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والشدة والخشونة التي كانت عند الآخرين، بعضهم كانت الشدة والخشونة عندهم ظاهرة
وبعضهم كانت مقنعة. رحمة الإمام صلوات الله عليه حتى بأشقى الآخرين، الرحمة، هذه الرحمة قارنوها بالخشونة الظاهرة والمقنعة اللي كانت عند الآخرين، عند النظائر. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوصي ولده بابن ملجم اللي هو أشقى الآخرين، ويقول له، هذه الرواية في البحار، ارفق يا ولدي بأسيرك، أسير هذا تحت إيدك، وارحمه وأحسن إليه وأشفق عليه. لاحظوا التأكيد، الرحمة بأشقى الآخرين، وبحقي عليك فأطعمه يا بني مما تأكله، واسقه مما تشرب، ولا تقيد له قدما ولا تغل له يدا. هذه الرحمة والرأفة. وفي قبال ذلك الشدة والخشونة التي تجدونها في النظائر، حتى الثاني مضرب المثل في الشدة والخشونة في كتب التاريخ، هم كاتبين أن امرأة حاملا رأته فأسقطت جنينها من خوف رؤيته. لاحظوا في التاريخ خالد بن الوليد ماذا فعل؟ كان يأخذ الأفراد ويرميهم من المرتفعات، أعداء الدولة، مو أعداء يعني اللي ما يخضعون للدولة، كان يأخذهم من المرتفعات ويرميهم، يلقي بهم في الآبار، يحرقهم بالنار. هذا خالد بن الوليد، هذه الخشونة المقنعة. الثاني كان واضح في خشونته، في شدة، بينما الذين تقدموه خشونة مقنعة. من وراء خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد يتمكن يعمل شيء بدون أن يكون إلى ظهر؟ العلم، الرحمة، الحكمة، الشجاعة، شجاعة أمير المؤمنين، وجبن الآخرين اللي لم يسجل لهم التاريخ ولا موقفا واحدا، حتى تاريخهم ولا موقف، لا في بدر ولا في أحد ولا في الخندق ولا في أي معركة. فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي؟ النقطة الثالثة ونختم بها الموضوع، النقطة الأولى النص الشرعي، النقطة الثانية الشخصية والصفات الذاتية، القضية الثالثة قضية المنهج والمنهجية. نترك التعبد الشرعي جانب، ونترك الصفات الشخصية جانب، المنهج الذي حكموا به. الآن في العالم كله أكو قضية مثارة، قضية الإرهاب. تشوفون الآن مظهر من مظاهر الإرهاب في العراق،
الله ينجي المؤمنين جميعا من ذلك. هذا الإرهاب له جذور، له جذور سياسية. إحنا عندما نلاحظ هذه الظاهرة يجب أن نبحث ما هي الجذور. جذور سياسية، الأنظمة العالمية، القوى العظمى هي التي تولد الإرهاب بسياساتها. جذور اقتصادية، الأنظمة الحاكمة هي التي تولد الإرهاب، تستأثر بالثروة، تضيق على الأمة فتولد الإرهاب. وأكو هنالك نقطة ثالثة يجب أن لا تغيب عن بالنا. الجذور الاقتصادية موجودة، الجذور السياسية موجودة، الجذور الاجتماعية موجودة، ولكن هنالك جذر آخر هو الجذر الرابع، وهذا الجذر مهم، الجذور الدينية. الجذور الدينية، هذا الإرهاب مو إرهاب جديد. من الذي وطأ سعد بن عبادة في السقيفة بأقدامهم وقال اقتلوه قتله الله؟ منو كان؟ هؤلاء أتباع ذاك، أتباع أولئك. ليش؟ لمجرد أنه ما رضي أن يبايع رجلا، سعد بن عباد قال منا أمير ومنكم أمير. من الذي قتل سعد بن عباد؟ هو هذا الرجل عندما خرج من المدينة ورفض أن يبايع، من اللي قتله بسهمين في فؤاده؟ هذا مو إرهاب؟ هذا إرهاب، منهجية الإرهاب. من الذي هجم على دار علي وفاطمة صلوات الله عليهما وأحرق البيت بالنار؟ هذا مو إرهاب؟ من الذي قتل مالك ابن نويرة لأنه رفض أن يخضع للحكومة القائمة؟ هذا هو، قال النبي عين أمير المؤمنين، أنا ما أدفع زكاتي لكم. ذهبوا قتلوه، خالد زنى بزوجته وجعل رأسه أثفية للقدر، هذا مو إرهاب؟ إرهاب يعني شنو؟ من الذي قال هؤلاء الستة خلي يقعدون بالبيت، إذا اثنين خالفوا وأربعة اتفقوا فاضربوا عنق الاثنين؟ هاي شلون انتخابات؟ أكو هالشكل انتخابات بالدنيا؟ كل واحد ما انتخب لو إلى رأي آخر كلهم اضربوا أعناقهم، مثل الآن أفرضوا في البلاد الحرة اللي يقال حرة يسوون انتخابات، 51% ينتخبون فلان و 49% ينتخبون فلان، كلهم اضربوا أعناقهم، فت 50 مليون واحد. هذا معناته بعد إذا أربعة اتفقوا على واحد واثنين خالفوا فاضربوا أعناقهما. زين، إذا ثلاثة بثلاثة صاروا ماذا افعلوا؟ اضربوا أعناق اللي مو موجود فيهم عبد الرحمن بن عوف، اضربوا أعناقه. شنو خصوصية عبد الرحمن بن عوف؟ هذا مو إرهاب؟ إرهاب يعني شنو؟ إرهاب يعني هذا. صلاح الدين الأيوبي اللي يمجدون به، هذا كله البنيان الذي بني
على تلك القاعدة، قاعدة المناوئين لعلي صلوات الله عليه، منهجيته. صلاح الدين الأيوبي هاجم بلدة واحدة، وكان في تلك البلدة 50,000 واحد، فأحرقهم جميعا بالنار، شيوخا، أطفالا، كبارا، صغارا. الآن إذا واحد يجيب اللطيفية يحرق بيتا فيه زواج، سيارة مفخخة يفجرها ويقتل أفرضوا 10، لم يفعل شيئا جديدا. هذا ذاك المنهج. ليش تنكرون على هؤلاء؟ ذولا أتباع أولئك. إذا عندكم إنكار أنكروا على أولئك. بايع وإلا ضربنا عنقه. إذا لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقال بايع وإلا ضربنا عنقه، للآخرين ماذا يقال؟ هذا منهج، ومنهج أمير المؤمنين منهج الغدير. الإمام لم يكره أحدا على بيعته. أي واحد حب يبايع يبايع، أي واحد لم يحب يبايع لا يبايع. هذا منهج ثاني. فالقضية مو فقط قضية علي ومعاوية، وإنما قضية منهجين، وإحنا سنظل إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه نعاني نتائج المنهج الآخر. المنهج باقي. الإمام قال لا تكرهوا أحدا على البيعة. أرادوا أن يصلوا صلاة التراويح التي هي بدعة، واحتج عليهم أمير المؤمنين ما قبل. قال لابنه الحسن صلوات الله عليه قل لهم ليصلوا، إكراه ماكو. هاي مفردة من مفردات المنهج، من مفردات المنهج اللي الدنيا تحتاج إليه إلى هذا اليوم، أن مال الأمة للأمة. أكو دولة بالعالم تقول مال الأمة للأمة، نفط الأمة للأمة. حقيقة الآن النفط إذا كانوا يطول الأمة بعد كان يبقى فقير. المنهج الذي يساوي بين جميع الناس ويقول لو كان المال مالي لساويت بينهم، فكيف والمال مالهم؟ إذا كان هذا المنهج قائم. الآن الثروة النفطية إذا كانوا يطون لكل الأمة، كل واحد إيش قد كان يحصل؟ وهكذا مفردات هذا المنهج. ولذلك أكو رواية، ننقل لكم روايتين. الرواية الأولى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لو أن الأمة منذ قبض الله نبيه اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغدا إلى يوم القيامة. رغد، رغد يعني شنو؟ يعني طيب هنيء. متى يكون الأكل طيبا هنيئا؟ عندما النظام الاقتصادي صحيح، النظام السياسي صحيح، ماكو هنالك مشكلة، وإلا لا يكون الأكل رغدا إلى يوم القيامة. هؤلاء خربوا المنهج إلى ظهور الإمام المهدي.
هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ينقلها أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في كتابه فضائل الصحابة، ينقل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه نتيجة ذلك المنهج، يقول: ما أصبح أحد بالكوفة إلا ناعما، يعني منعم. الظاهر كلمة ناعما في الاقتصاد الحديث يطلق عليها بكلمة الرفاه، هذا من بحوث الاقتصاد، وأكو هنالك كتب حول الرفاه في عاصمة الإمام أمير المؤمنين اللي كان فيها ظاهرا 4 ملايين، ماكو واحد في الكوفة إلا ناعما. وأما في البلاد الإسلامية كلها اللي أكبر وأقوى دولة في العالم، فلعل هنالك فقير في الأطراف البعيدة. هذه نتيجة هذا المنهج. نحن ينبغي علينا ثقافة الغدير ننشرها بمختلف الأنواع. الحقيقة العالم، الناس لا يعرفون ثقافة الغدير. انتم لاحظوا كتاب المتحولون، هنالك بعض الأفراد عرفوا ثقافة الغدير فتحولوا. احنا كل واحد منا يمكن أن يكون له دور في نشر هذه الثقافة. العم حفظه الله كان ينقل هذه القضية، يقول: شاب من إحدى البلاد اللي ما فيها موالين لأهل البيت إلا قليل صلوات الله عليها، هذا الشاب كان يجي عندي ويسألني بعض الأسئلة، وأنا كنت أظنه من الخط الآخر. في يوم من الأيام سألته: أنت شنو مذهبك بمناسبة؟ فقال: أنا من أتباع أهل البيت. فقلت له: وكيف؟ أنت من عائلة موالية لأهل البيت؟ قال: لا، أنا كل عائلتي من الخط الآخر، ولكن أنا لي قضية، وهذه القضية أني كنت في إحدى البلاد الأجنبية أدرس في الجامعة، وكان معنا صديق. أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى بيته، بيت هذا الصديق، قعدت في غرفته، هو راح مثلا يجيب شاي أو ما أشبه، فشفت عنده مكتبة، فلاحظت في المكتبة دورة من الكتب تحمل عنوان الغدير. قلت: خل أشوف شنو هذا الكتاب. أخذت هذا الكتاب، شفت دا يبحث عن قضية مجهولة عندي. عندما صديقنا اجى قلت له: انت شيعي؟ قال: قلت: ليش لم تظهر لنا ذلك؟ فلم يقل شيئا. قلت: تسمح انا اخذ هذا المجلد الاول من كتاب الغدير اطالع؟ هذا الشاب في البلد الاجنبي جايب دورة الغدير. يقول: أخذت المجلد الأول ووجهت بمعلومات عجيبة لا أعرفها، ثم المجلد الثاني، ثم الثالث، إلى 11 مجلد كاملة
فرأيت أن هذا هو الحاء. ومنذ ذلك الوقت انتميت إلى مذهب أهل البيت. العم يقول عندما اتفقت هذه القضية العلامة الأميني كان حيا وكان في مستشفى في طهران تمرض وكان في المستشفى. فأنا قلت لبعض الأصدقاء العلامة الأميني الآن مريض في مستشفى في طهران وبعدين متوفي في علة. لاحظوا أثر هذا الكتاب العلامة الأميني هنا وكتابه يصنع ما صنع هنا. بعدين العام كان يعلق تعليق لطيف، كان يقول العلامة الأميني في مستشفى طهران خب ما كتب هذا الكتاب، في أيام شيخوخة ما كتب هذا الكتاب، في أيام شباب كتب هذا الكتاب، عندما كان شاب يعني مثلكم مثلا أو قبل ذلك. هذا الاندفاع اللي كان عنده جعله يذهب ويطالع ويقضي الليالي. الوالد رحمه الله كان يقول من كثرة ما جلس وطالع انفلت شيء في عموده الفقري، ولذلك كان يعاني من آلام الظهر من كثرة المطالعة. في أيام شبابه كان عنده هذا التوجه وهذا الاهتمام. العلامة الأميني مات وانتهى ولم يبق منه أثر، ولكن هذا الأثر قد بقي ولعله يبقى إلى مئات الأعوام. العلامة الأميني ساهم في خدمة ثقافة الغدير بكتاب. أكو هنالك ملاحظة، دققوا في هاي الملاحظة وفكروا فيها. شوفوا أنتوا في أي بعد من الأبعاد، أي واحد إجا كان يظن أن القضية انتهت، إجا طرح جديدا، هذا الجديد فرض ذاته. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وكان فارض نفسه على الحوزات العلمية، وإذا فالطالب أفغاني هروي فقير ما عنده فلوس حتى ينتقل من طهران إلى العراق إلى النجف الأشرف، وإذا يجي يطرح جديدا كتاب الكفاية، وإذا به يشق موقعه في الحوزات العلمية. الآن قبل بحث الخارج الكفاية، فما انتهت القضية عند فرائد الشيخ، الكفاية إجت فتحت طريقها. انتهت هذه هي الكفاية، الكفاية هي الكفاية، لا. اجى فالطالب في النجف ما كان يعرفه الكثيرون وكان يهاجمه الكثيرون لأشياء، مرة كان يشكو هو لبعض الذين نعرفه، قال يأخذون علي ثلاثة نقاط، بس ما علي بالنقاط، نقاط هامشية. كتب أصول المضفر، وإذا به فتح مجاله في الحوزات العلمية. قبل المراجعات ما كان، الناس كانوا يظنون انتهت القضية عند هذا الحد. شاب له همة، اجى طرح كتاب المراجعات، ففتح له هذا الأفق الكبير. انتهت القضية عند المراجعات؟ لا. إجا واحد آخر ألف الغدير، إجا واحد آخر ألف الكتاب الكذائي،
هذا يدل على أنه ماكو هنالك حد يقف. أنتوا تظنون في علم الأصول انتهت القضية، هذه هي النهاية. لا، هذه مو النهاية. في علم الفقه هذا هو الخط الأخير، ماكو خط أخير. في علم العقائد هذا هو الكتاب الأخير، ماكو كتاب أخير. الحياة دائما في حالة تجدد، ودائما تحتاج إلى كتاب جديد، مع أن القديم يحفظ موقعه. فلعل الكتاب الذي ألفتموه أنتم في الغدير فتح له آفاقا واهتدى به الملايين. نحن يجب علينا أن نحاول أن نعمم ثقافة الغدير بالقلم والبيان والقدم والمال وكل ما في إمكاننا، حتى نكون ممن يشملهم دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين قال في يوم الغدير: اللهم انصر من نصر. وفي تلك القضية المعروفة الإمام قال له: وأنت نصرتنا فنصرناك، ولا يشملنا هذا الدعاء واخذل من خذل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.